طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الآن حنبدأ مناقشة المبادرة بتاع لثوار على النفق والمتاريس وأي شخص محروم من التعليم والتعليم العالي في محيط اعتصام القيادة العامة. رحب بكم أخوانا في العاشر من رمضان على منبر مبادرة الباحثين السودانيين في اعتصام القيادة العامة. تفضلنا رحب بالبروفيسور شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نترحم على أرواح الشهداء في كامل من رمضان وفي كل الأيام الفاتت واحتمال أن يكون بعض الشهداء وفي كل الفترة من بداية عهد الإنقاذ، ونتمنى لكل المصابين يعني العافية إن شاء الله، ونراهم معنا مرة ثانية في عجلة التنمية في البلاد. في الحقيقة المبادرة يعني مبادرة كريمة من دكتور أنور، يعني ما عاوز يعني أسرق المبادرة منه وهو يتكلم معي، وأنا رحبت بالفكرة ونحن جايين على أساس إنه نبدأ المبادرة ونشوف الحياة ممكن نعمل شنو. الفكرة الأساسية سو فار طبعاً إحنا لسه ما في حاجة مؤكدة، لكن الناس اللي كانوا موجودين هنا والناس اللي صابيننا هنا في القيادة من يوم 6 أبريل إلى الآن وما معروف حنقعد هنا لحد متين، في ناس كثيرين عندهم المقدرة بأنهم يواصلوا العملية التعليمية بتاعتهم، وأنا بعرف عدد كبير جدا من الناس يعني they are well off يعني ما عندهم مشكلة بتاعتهم يواصلوا العملية التعليمية. في بعض الناس they are struggling بأنهم يواصلوا العملية التعليمية بتاعتهم، وأنا عارف في بعض الناس حتى even في الظرف الحالي بتاع البلد في بعض الناس بيبيعوا أشياء بتاعتهم في البيوت على سنه. يعني أنا واحد من الحياة الغريبة جدا اللي حصلت قبل فترة بسيطة جديد، واحد في الشمالية عنده بيته المفروض تدفع قروش لواحدة من الجامعات برضو في الشمالية، كويس، الزول ده اضطر قلع الباب بتاع البيت بتاعه عشان يبيعه عشان يدفع القسط الأخير لبيته. فحاجة زي دي ما مفروض تحصل، ما مفروض حاجة زي دي تحصل يا جماعة في بلد زي السودان، بلد غني زي السودان، ونحن شايفين والمعلومات الكثيرة طلعت يعني في خلال الشهور الفاتت دي بلايين الدولارات موجودة عند أفراد، يعني أفراد لايس، ما دا نقول بأنهم لايس لكن فعلا لايس وشيء، يعني سرقوا أموال البلد وخزنوها either inside السودان أو outside السودان. المبادرة دي إن شاء الله الغرض منها نمرة واحد، نحن نحاول نحصر الناس الموجودين في الانتصار، ودي طبعا في حد ذاته عملية صعبة شديد، يعني بين أنا بتكلم مع دكتور أنور نحصر الناس زي كيف يعني منو قاعد هنا ومنو صابية ومنو ناس زي أنا كده بيجوا وبيمشي، يعني في ناس كثيرين بيجوا وبيمشوا يعني كويس، وفي ناس صابين قاعدين هنا من 6 أبريل لحد الآن، أحيانا في بعض منهم ما رجعوا لبيوتهم خالص، يعني كويس، في بعض من الناس زي ما أنا ذكرت محتاجين يا جماعة لمساعدة، ونحن بنتمنى في السودان الجديد بتاعنا إنه أصلا ما يكون في زول محتاج لأنه زول تاني يساعد في العملية التعليمية. أنا كنت واحد من الناس غريبا أنا كنت عاوز أطلع هنا وأعلق على الكلام اللي كان داير، المناقشة اللي هي كانت باللغة الإنجليزية، كنت عاوز أعلق لكن في النهاية يعني قلت ممكن أجل الكلام ده للمخاطبة بتاعتي بسيطة. أنا عندي واحد صاحبي واحد من أشطر الناس كانوا في وعدنا، كويس، هو من غرب السودان بدون ذكر أسماء، وأنا شخصيا من شنباتنا، كويس، أهلي من شنبات وساكن في شنبات، كويس، فبنتكلم إحنا الاثنين مع بعض وسط مجموعة من الناس عن الفرص اللي إحنا لقيناها في زمننا، وطبعا الكلام ده كله يا جماعة كلام معاد بالنسبة لكم أنتم، الكلام ده معاد لأنه أنا دائما يا جماعة وزول من الناس يعني احتمال في العشر سنين اللي فاتوا نجي في السودان هنا في 2010، ولكن دائما بتكلم عن المشكله بتاعه الجنريشنز، المشكله بتاعه الاجيال الموجوده في السودان، كويس، اي جيل بيجي بيفتكر بانه هو احسن من الجيل اللي بعده، ودي مشكله احنا عانينا منها في زمننا، لكن انفورشنتلي احنا وقعنا في نفس المشكله. يعني طبعا في ديفاين الجنريشن، الجنريشن هو شنو، الجيل هو شنو، الناس بيقولوا بانه القرن الواحد اللي هو 100 سنه فيه ثلاثه جنريشنز، كويس، معناه بالحسابات دي اي زول اقل من 35 ده بينتمي لجنريشن، وبين 35 ل 70 والحاجه دي ده الجنريشن الثاني، فنحن بنقع في الجنريشن ده، وانتم كلكم انا مشور بانكم كلكم ابارت من ديفرنت دكتور انور كلكم بتقعوا في الجنريشن الاول، يعني انتم جنريشن ما بعرف اسميه شنو، اكيد جنريشن A ونحن B وأول قدام احنا C ملاك انجلترا لازم شوي. فنحن بنفتكر بانه احنا سيوبيريور عليكم، تقريبا نحن سيوبيريور، نحن احسن منكم،
كويس لانه تعلمنا احسن منكم وكلام زي ده. انا شخصيا واحد من الناس كنت ضدها في العلم، وكنت دائما بنادي بانه بحاول اقنع الجنريشن بتاعي انه يا جماعه انا بصفتي استاذ في الجامعه في الهندسه جامعه الخرطوم، بانه استاذ في قسم الكهرباء، واحتمال تكونوا عارفين بانه في قسم الكهرباء يجونا ناس كويسين ناس شاطرين على عارف الشهاده وكلام زي ده كويس. نحن زمان خشينا اوائل بتاع الشهاده يعني جس للمعلوميه يعني. كويس، لكن لما اقارن انا نفسي كويس اللي هو الجنريشن الجايين باوائل الشهاده الخشوه هسه في الجنه دي احسن مني بمراحل. انا قاعد ادرسهم كويس، ادرسهم انا اي نو فور شور بانهم هم احسن مني بمراحل، ولما يتخرجوا من الجامعه وانا بدرسهم كويس بيعملوا معايا مشاريع وبديهم درجات وكلام زي ده، انا اي نو فور شور انه الناس دي احسن مني بمراحل. فالمشكله بتاعت الجنريشن زي انا طبعا الكلام ده كله بديته لانه احنا الجنريشن بتاعنا ما يتعذبنا في التعليم كويس. انا من شنباد، ابوي توفى وانا صغير وخشيت المدرسه كويس زيه زي اي زول مدرسه ابتدائيه، ما في اي فرق بينه وبين الزول الثاني كويس. بعدك مشينا المدرسه الثانويه العامه في الوقت ذاك ما في اي فرق من اجل الاوائل الثانيه بتاع الكلام زي ده، ما في زول بيعرف ذاته من بين الباك جراوند بتاع شنو. جينا الجامعه هنا كلنا بيجوا الناس من كل الجهات كويس، من الغريب من الشريف من البتاع بنيجي كلنا بنلتقي في الجامعه هنا في الداخليات، واحتمال تكون شفت الداخليات من تحت كويس. ما بتكون عارف انت ما بتكون عارف اي حاجه عن الزول الثاني لانه نحن مساويين كويس. نحن عاوزين السودان يرجع للمرحله دي، يرجع للمرحله دي، مش انه الزول من الروضه الاهل غنيانين بيدخلوه احسن روضه كويس، يخش احسن مدرسه ابتدائيه والمدرسه هسه بسموها الزول المدرسه بتاعت الاساس وبيمشي كده، وفي النهايه بيخش احسن كليات كويس جس لانه الاهل في الغالب العم. وانا باكد لكم الكلام ده بحكم العمل بتاعي في كليه الهندسه، لما اتكلم مع معظم الناس بلقاهم جايين من افلونت باك جراوند كويس، فيري افلونت باك جراوند. حتى الناس اللي بيخشوا بالقبول العام بالمناسبه تلقى انه الباك جراوند بتاعهم اكستريملي افلونت، يعني اهلهم ولا ابارت فروم الفيو يعني بيكونوا اهلهم تعبانين وكده، بيكون في الاود وانز يعني. احنا عاوزين يا جماعه السودان ده يرجع للوضع ده، الناس يكونوا سواسية. الكلام ده انا قلت لكم لانه انا مع زميلي اللي هو جاي من سموير في السودان، قلت له يا فلان احنا لو حضرنا الزمن ده انا شخصيا لانه انا زول جاي من باك جراوند تعبان شويه، قلت له والله انا بكون لسه سايق ركشه كويس، ده ما في اي احتقار يا جماعه للناس الركشه، لكن دي الحاجه اللي ممكن اكون عملها يعني. هسه انا زول ماشي على 60 يعني، لكن متخيل نفسي لو كنت هسه دي ما في اي طريقه اعمل لي حاجه غير انه طبعا دي السودان عايزين يكون يعني السودان المساواه والعدل ان شاء الله. ف زميلي جاي يقول لي يا شريف احنا كلنا قاعدين نسجل مجموعه، يقول لي يا شريف انا لو كنت هسه موجود كنت حكون راعي، كنت حكون راعي، وبرضه ما في اي اعتقاد الرعاة مهنه شريفه ومهنه مهمه جدا جدا، لكن بنتكلم عن الواقع اللي احنا عشناه كويس، وصلنا لوين، والواقع اللي هو عايشينه الناس اللي هم زينا اكزاكتلي، والمستقبل بتاعهم ماشي على وين. احنا يا جماعه عاوزين الحكايه دي تنتهي تماما. We have to start somewhere. الناس يا جماعة كلها مطالب يا جماعة مشروعة، ونحن يعني نتمنى ان المطالب دي كلها تتحقق ونشوف النتائج بتاعتها ان شاء الله، ونكون في السودان العدل والمساواة والسودان الرفاهية ان شاء الله. فالمبادرة زي ما قلت لكم احنا ما عارفين شكلها كيف، احنا حنتناقش الموضوع ده، لكن بنحاول نحصل الناس، بنحاول نشوف جهات داخليه، بدي جهات خارجيه هو نص لسه ما عارفين، لكن بنحاول نقدم اللي بنقدر عليهم للناس اللي هم اوريدي في التعليم، واحتمال دي ار ستراجلينج. وطبعا يا جماعه احتمال دي ار ستراجلينج دي في التعليم بتاعهم، انا اي نو ايفن في المستوى بتاعنا احنا في جامعه الخرطوم بيكونوا بي سربرايزد يعني في نوع انه بعض الطلاب بيكونوا ما قادرين يدفعوا مبالغ زي 300 جنيه كويس، 300 جنيه قروض بسيطه في نظر اي زول فيكم يعني، لكن يكون الزول ده وبعدين في بعض الناس مستعد يضيع سنه كامله لانه ما قادر يدفع 700 جنيه كويس. اذا نظرت انت للقبول العام في جامعه الخرطوم الطالب يطلع يخليه 2000
ولا ثلاث مين أقل من ثلاثة ألف يعني القبول العام. إيه الدروج في ناس ما قادرين يدفعوا يا جماعة. بس ما قادرين يدفعوا. في ناس بضيعوا سنة سنتين لأنه ما قادرين يدفعوا دروج يعني. بس أنا أينور حكاية دي صحابين في الجامعات بتاعتنا جامعة. وأنا أينور حكاية دي لأنه يعني في بعض الرجال وكده بيكونوا قدوا فيها ونتابع بعض الأشياء. فالمبادرة نمرة واحد عاوزين نقوم بحصر somehow نشوف منو من الناس المحتاجين منو من الناس اللي ممكن نقدم لهم مساعدة بيجي في الوقت الحالي وكيف المبادرة دي إذا نتمنى إنها تنجح بصورة كويسة يعني كيف نستفيد منها وخش الكلام دي اللي قدام هذا تقريبا تنوير عام للفكرة يعني بتاعت المبادرة وهي زي ما قلت لكم مبادرة كريمة بسوء أنور وإن شاء الله أنا بصفة شخصية وأنا متأكد بأنه عدد كبير من الناس اللي هم في الجروب بتاع مبادرة الباحثين السودانيين أنا مشهور بأنه حيكون عندهم انترست على المستوى الخاص وعلى المستوى العام بأنه ممكن يقدموا لنا مساعدات وطبر النوع بتاعها يعني مساعدات عينية مساعدات مادية مساعدات معنوية وأنا مشهور بأنه السوار الموجودين هنا عندهم دور كبير جدا جدا في أنه نحن نعرف من الناس المحتاج إنه نصل لهم لأنه الناس هنا في عالم فالناس متسمين يعني كويس احنا ما بنعرف اي زول انتوا كشباب يعني سوار وبعدين صاحبين يعني بتكونوا عارفين هو سوق وانه زول ده بيقرا وين كده دي ستيتمنت ده واحد نمره اثنين نحاول نعرف لانه اي زول محتاج زي ما قلت لكم منو من الناس زي احنا ممكن نقدم لهم مساعده لسنه بلد كلها ان شاء الله تمشي لقدام وتكون في نهضه ونستفيد من اي حاجه ذات كود بي اوفر باي اني ون من الناس اللي قاعدين او برا من فالباب مفتوح لكم انتوا يا جماعه تعلقوا وتورونا الاراء بتاعتكم ومع الدكتور انور احنا ممكن نشوف يعني نبينا كم لجنه من السوار نفرين ثلاثه ما بعرف العدد بتاعكم يكون كم لكن نبدا الحكايه دي اسئله يا اسطى شكرا جزيلا شكرا جزيلا ابو شكرا جزيلا تفضل شباب تفضل طيب الشكل بتاع السوار بتوعنا على النفق والسوار بتوعنا المتاريس الشباب في المتاريس وكده طبعا معروف انه يا شباب في ناس ما عندهم فرصه بتاع التعليم يعني وجو صفوها قاعدين هنا ده وحياتهم ما معروفه انها ماشيه وين في ناس ثانيين طلاب بتوع الجامعات اصلا موجودين في السيستم التعليمي في شباب خريجين برضه ما عارفين يعني الفرص بتاعت الوظائف والى اخره احنا مجموعه الباحثين السودانيين عندنا كل الحاجات دي يعني عندنا الطلاب اللي امتحنوا شهاده ودارين يخشوا الجامعه عندنا لهم برنامج بتاع اختيار التخصص الجامعي عندنا الناس الموجودين جوا الجامعه كل الحاجات الارشاديه وبتاع عندنا الدليل كامل اسمه الدليل الارشادي لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا اللي هو كان عمله اخونا خالد عثمان الفين موجود ومتاح للناس عندنا بعد كده بعد ما تخرجت او في اثناء ما انت في الجامعه نفسك البرامج بتاع التدريبيه البرامج بتاعت اللي هو التدريب في الشركات وعند البرامج بتاعت المنح الدراسيه واللغات المؤهله للمنح الدراسيه الكورسات زي الايلتس والتوفل والحاجات زي دي وبعد ذاك الالتحاق بالمنح الدراسيه الحياه بتاعتك خارج في التعليم العالي وبعد التعليم العالي دي كلها حتات احنا بنشتغل فيها وعندنا يعني اكسبرتيز كبيره جدا موجوده داخل المجموعه المكونه من 470 الف نفر المبادره بتاع صور المتاريس يا اخواننا جات بالمناسبه بالهام من الصور اللي بنزلها البروفيسور شريف عن صور المتاريس وعلى النفق يعني هو اول زول سلط الضوء على الحته الخطر اللي هم قاعدين فيها نفسها وثاني حاجه سلط الضوء على الالتزام بتاعهم الوطن اخواننا زول بيقعد يعني بيلهمك وبيدقدق بصوره مستمره والصوت ده لما تسمعه جواك قلبك ده بيخفق يعني انه الثوره نبضها مستمر فدي ده التزام وطني احنا كلنا بنستلهم منه ولازم ندي الناس زين وشد باي باك لازم احنا نديهم حاجه لان احنا بنقدر ندي هسه محيط الاعتصام ده الدكاتره والاساتذه والاكاديميين والاطباء كل المهنيين موجودين في الاعتصام هنا ده وكل زول ممكن يكون داري يقدم حاجه بما فيها الناس اللي امبارح اعلنوا استعدادهم لما نزلنا البوست بتاع المبادره بانهم يدعموا ماديا الجميل في الموضوع يا اخواننا انه قد ما نحتاج لماديا كثير ليه؟ لانه لو قدرنا نعمل كوردينيشن بس ما بين الزول اللي ممكن يقدم الحاجه والزول المحتاج ليها احنا نكون ادينا دورنا من غير ما ندفع قروش في النص يعني. قبل في احد من المعاهد قال انه ممكن يدرب اي واحد من الشباب المعتصمين السوار ديل فوكيشنال تريننج في المجال بتاع التكنولوجيا. يعني قال مثلا السياره بتاعت الطابعات
صيانة الموبايلات، الباكج بتاعت الاوفيس والكاميرات، كاميرات المراقبة دي كلها قال ممكن يدرب لها وبيعمل خصم 60%. يعني اخوان الكورس لو بمليون بندفع 400 جنيه، 600 دي شايله. ففي كمية حاجة بس يا بروف دارين نعيد نحصر اول شيء الناس منه بالضبط. وحتى ما سوار النفق بس يعني بالضبط، يعني ما بدوره بس النفق، يعني زي ما قال الديكور الناس بيعمل واكل بتاعت بعيد وكلام زي ده. يعني بل السبكترم بتاع الاكتيفيتيز هنا سبكترم واسع شديد، عشان كده يعني الدوء الاكتيفيتي بتاع التطبيقات الحصري زادة. انا بفتكر بانها مهمه شديد كويس. اول شيء فور هيستوريكال ريزونز، انا بفتكر بانها فور هيستوريكال ريزونز. انا عارف منو من الناس دي الصبوه هنا كويس. انا بفتكر كان في مبادره بتاعت الناس اللي بيكتبوا اسماء وكلام زي ده، انا ما اعرف الحكايه دي مشت لوين، لكن انا بفتكر بانه يعني ايفن في ادوار العمليه بتاعت انه عاوزين نقدم مساعدات، لكن جزل التاريخ من يا جماعه الناس اللي عملوا الثوره دي وصبوها هنا زيادة يا جماعة ركوة مهم شديد. احنا مفروض نعمله على وجه السرعة، لانه ما معروف الاحتصام ده يعني حنفضه نحن. طبعا ما في زول حيفرض علينا احتصام نفضه متين، لكن قبل ما نحن نفضل الاحتصام ببعض ارادتنا يعني لازم نحن نحصل الناس كانوا موجودين والادوار اللي كانوا بيها. وانا مشوه في عدد كبير جدا من الصور، احتمال الليل انا صورت عدد كبير جدا من الصور، والغريبة كل ما ارجع وعاين الصور دي بكتشف اهمية الصور دي for historical reasons. يعني فالعملية بتاعت حصر الناس عامة دي اكتيفيتي مهمة شديد. انا ما اعرف الزول من الناس اللي ممكن يكون بالحكاية دي، اعتقد بانه المفروض نحط كوردينات حتى مع الديانة العليا والله الناس اللي قاعدين نسجل اساميهم وارقام تليفونات وكلام زي ده، لانه بعد عدد من السنين ممكن نطلع كتيب والله ده الناس اللي قاعدوا في 20,000 ولا 30,000 زول كانوا صابيننا يعني كويس. وده بكون كتيب مهم شديد. يعني عندنا في الهندسه الجديده جزء عشان تتخيلوا اهميه التوثيق، عندنا في الهندسه طلعنا كتيب كتاب كبير كده ما فيه اي معلومات، يعني من ما تفتح الكتيب كده بس فيه اسماء ناس، ففيه اسماء كل الخريجين كليه الهندسه من سنه 39 بس اسماء بتاعت ناس. لكن ما تتخيلوا اهميه جزء الاسماء دي موجوده، ما تتخيلوا اهميتها للناس زي او لابنائهم ولاحفادهم. ف ف ف ف فللتوثيق يا جماعه، وانا واحد من